يا هلا ابو عبد الله، هذه ابوي اخبرني فيها لما راح لالمانيا للعلاج. يقول ان الطبيب الالماني قال لابوي: انتم يا العرب لما يجيكم هم هموم تنامون، هذا خطأ. يقول هذا اللي يسبب الجلطة، ان بقاء الضغط النفسي والهم في النفس ويتخثر الدم. قالوا الوالد: كيف أجل؟ قال: لازم تمشي، لأن المشي يفرغ الهم من الرأس، فإذا جاك هم وامشي لين يطلع الهم من الرأس، بعد ذلك تبي تحس أنه كم مشيت، مثلا كيلو أو كيلو، وين هو داخل في عمق رأسك بقدر ما مشيت، لأن المشي يزيل الهم. المهم تعجبت أنا وأبوي من كلام الألماني، وأثناء تدريسي في فقه السيرة يا أبو عبد الله ذكرت حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم سألته، قالت: يا رسول الله، هل مر عليك يوم قط أشد من يوم أحد؟ قال: نعم، حينما عرضت نفسي على قومك في العقبة فردوني في أول الأمر، فاغتممت فمشيت ولم أستفق إلا في قرن الثعالب. قرن الثعالب السيل الصغير حوالي 60 كيلو، مشي هالفترة لين وصل هناك. يقول: فلم أستفق إلا في قرن الثعالب، ثم نزل علي جبريل وملك الجبال، الحديث المشهور الذي فيه إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين. فالشاهد شوفوا شلون الرسول صلى الله عليه وسلم مشى حتى زال عنه الهم، وتركه الله سبحانه وتعالى لم ينزل عليه الوحي حتى يزيل عنه الهم. فالهموم ما من أسباب إزالة الهموم المشي. هذه فائدة مهمة جدا تحتاج